والكتاب يتكلم عن سيرة خير البرية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أغر عليه من النبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند، فأنذرنا نارا وحذر وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد، فأنت إلهي رب الخلق خالقي ومليكي بذلك ما عمرت في الناس أشهد، تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها فأنت أعلى وأمجد، كما قال حسان رضي الله تعالى عنه.